الرضاعه الطبيعيه بعد ما الطفل اتولد والحمد لله على السلامه، عايزين نهتم بقى بالرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه هي اللي بتمد الطفل بالاجسام المضاده اللي هتفضل قاعده معاه بعد كده في جهاز المناعي بتاعه، هي اللي بتمده بالبروتينات اللي هيقدر ان هو ينمو بيها عقليا وعصبيا. تمام. طيب بعد كده دخلنا، طيب هنبدا الاغذيه التكميليه امتى، يعني هندخل له اكل من بره امتى. منظمه الصحه العالميه بتقول انه الطفل المفروض يترضع رضاعه طبيعيه لمده 6 شهور اعتماد حصري على الرضاعه الطبيعيه، وبعد كده بندخل له اغذيه تكميليه وبيفضل مكمل رضاعه طبيعيه لحد سنه ونص او سنتين. اهم حاجه الاخطاء الشائعه في الاغذيه التكميليه. الطفل يا جماعه هو اصلا كله صغير، ما ينفعش يقعد معانا على السفره ونقرر ان هو هياكل اكلنا. تمام. ما نتوقعش منه ان هو هيخلص طبقه. ما نفضلش ناكله عشان احنا مبسوطين ان هو بياكل ومبسوط. طيب من اشهر الحاجات اللي بتعملها الامهات انه الطفل بيحب العصير، هفضل اشربه عصير. من الاخطاء الشائعه جدا، انه هنفضل نشربه سكريات لحد امتى. السكريات، السكر ده احنا ممكن نخليه لما ياكل اكله كويسه مفيده نقدر ان احنا نديله السكر زي مكافاه، نحسسه ان هو دي مكافاه. السكر مفيد، السكر مش وحش، بس الافراط في السكر اللي بنعاني منه كلنا سواء كبار او صغيرين. فاحنا دلوقتي بنعود الطفل على حاجه ان هو يفضل يفرط في استهلاك السكر. تاني مشكله موضوع البروتينات. طبعا زي ما قلنا احنا فاكرين ان احنا دلوقتي بنطول الطفل، فاحنا نفضل نديله لبن 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 لبن، فبروتين وكالسيوم كويس، اللبن كويس، بس الافراط في استخدام البروتينات بيخلي ان الطفل بيخش له بروتين وسكر بس. لا طيب، في خطأين كبار جدا، احنا مش بندخل له فواكه وخضروات ومش بندخله العناصر الغذائيه الدقيقه، فيتامينات والمعادن. كويس جدا نعرف، يعني مهم جدا نعرف الفيتامينات والمعادن موجوده بنسبه قد ايه في كل اكل بنديهوله عشان نعرف نكفي الفيتامينات والمعادن بتاعته، وفي نفس الوقت الفواكه والخضروات، وما نفرطش قوي في السكريات والبروتينات.